السلام عليكم، مرحبا بالإخوان، مرحبا بكم في قناة خالد الهريم. تتم الموضوع اللي كنهضروا عليه، الحقوق العينية الناتجة عن تجزئة حق الملكية. غادي نوصلوا دابا للشطر ثامنا، حق الهواء والتعلية. إن حق التعلية لبناء في ملكية صاحبه هو مخول شرعا تبعا للتنظيم الجاري به العمل، ويمكن للمالك أيضا أن ينشئ فوق عقار حق الهواء كما هو منصوص عليه في المواد 138 إلى 141 من مدونة الحقوق العينية. حق الهواء لا ينشأ في الواقع من تجزئة ملكية، فالمالك يحدد بمحض إرادته صلاحيته في موضوع تعلية بنائه بمنحه للغير الهواء العمودي الذي يعلو للبناء لإضافة بناء آخر جديد، ويصبح صاحب حق الهواء مالكا للتعلية، وبحيث يمكنه استعماله، إيجاره، تفويته ورهنه، كما يمكنه أن يرتب عليه تحملات. فالأمر يتعلق إذن بحقين اثنين مختلفين للملكية، متميزين ومترابطين، ولا يجوز لصاحب حق الهواء أن يؤسس حق الهواء آخر فوق بنائه بغير رضا مالك السفلي. ويعد حق الهواء من الحقوق العرفية، ولا يمكن ترتيبه على حق المشاع إلا باتفاق جميع الشركاء. ملحوظة: إن حق الهواء المنصوص عليه في مدونة 2011 مثل حق الزينة، يذكر بالقواعد العرفية التي لها مرتبة القانون. إنه يطبق عرضيا داخل المدن العتيقة على العقارات الغير خاضعة للتحفيظ العقاري، وقد تم اعتماده بدون نجاح، يذكر بواسطة القانون 1800 المتعلق بنظام الملكية المشتركة. سيتم التطرق إلى حق الهواء ضمن الحقوق العينية العرفية، وأيضا في إطار النصوص الخاصة بالملكية المشتركة. شكرا لكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.